الحنيف دين الإسلامي، دين التسامح، دين التعايش، دين المحبة. الدكتور عبد الله زبزيب نائب رئيسة الجامعة المغربية لضحايا الإرهاب، احنا كنخلد هذه الذكرى العشرين تحت الشعار حتى لا ننسى يعني، وطبعا يعني في كل سنه كنخطو واحد التيمة. السنوات اللي مضات كنا اخترنا الموسيقى، التشكيل، السينما وغير ذلك، وهذه السنه غادي يكون التيمة هي الشعر، لان اذا كانوا هذوك يعني القتله كيغرسوا الموت، حنا نناني للحياة عن الإبداع والمخيال وطبعا بهذه الوسائل هذه كنتمنوا، والعمل التحسيسي اللي كنعملوا في المؤسسات التعليمية وغير ذلك يعني كنقولوا كنعملوا جهد المستطاع باش نخليوا الناشئه والشباب ما يبقاوش مغلغل في راسهم ديك الافكار، وحتى هذه الكارثه اللي وقعت في هذه 20 عام ما تعودش. يعني الاحداث ديال 16 مي كنا نخلدوا الذكرى ديالو كل سنه منذ 2003، اذا هذه الذكرى العشرين، وكل مره كتكون وقفه من اجل ترحم معلوم على ارواح الضحايا، ولكن هذه ذكرى خاصه ديال 20 سنه بعد الاحداث الاليمه، ما يمكننا الا يعني نوهو بالمجهودات اللي قامت بها الدوله من اجل محاربه الارهاب. وكنسمعوا مره في كل مره كنسمعوا انه تم تفكيك واحد الخليه ديال الارهاب ديال المتطرفين، والحمد لله على انه بلادنا عامه هي محميه من هذا التطرف العنيف، ولكن في نفس الوقت لابد من واحد التعبئه ديال المجتمع ككل، بالاضافه الى المجهودات ديال الدوله من اجل حمايه المجتمع ديالنا من التطرف الديني اللي هو كيؤدي فعلا لهذا اللي كيؤدي للارهاب، ولا سيما ونحن في واحد الفتره خاصه ديال مراجعه عميقه ديال مدونه الاسره طبقا للخطاب الملكي ديال عيد العرش اللي يعني قدم فيه واحد المجموعه ديال المعطيات من اجل تعديل هذا المدونه بطريقه تشاركيه، الا وحنا كنسمعوا بعض الاصوات اللي هي مازال باغا تاخذ المكان ديال امير المؤمنين، وكتحرم وكتحلل داك الشيء اللي بغات، وحنا لابد انه بلادنا تزيد تقدم القدام ب يعني نفي الفكر الاقصائي والفكر الارهابي. Commémorons aujourd'hui les actes criminels survenus à Casablanca il y a 20 ans. Et en ce jour que recommémorons ta bonté, tu es Dieu de miséricorde. Reçois auprès de toi toutes les victimes innocentes de ces actes.